دي واحد يجي لك مثلا البيت ويقول لك هو في شخصيه غير مروحيه، انا في بشره في وشها انا ريحتي وحشه انا عاملين معامله. ايه ست السر؟ حد سؤال بيقعد يقول لك مش الكلام ده عشان انا نفسيتي ايه؟ انا وحيد ومتدلع. انا هتكلم دلوقتي عن موضوع اولاد اسمه سيفتي انسيرت. هلا يا ريان، يعني ايه سيفتي؟ يعني فلوس. ركز دورة، ركز. يعني ايه سيفتي؟ يعني فلوس. صار الجاي طب والفلوس ده ما وقعش ليه؟ ستيك حواليه حاجه مخوطاه، قد تكون فايبرس تيشو، وقد تكون ايبيسيليوم. وعارف سيستم. طب ما وقعش الفلوس كوليكشن ده ليه؟ حواليه حاجه يا فايبرس تيشو يا ايبيسيليوم. قالوا خلاص احنا نقسم السيست للترو سيست اللي هي حواليها ابيسيليوم، وفولس سيست اللي هي حواليها كونكتد تيشو. فسالنا نفسنا سؤال، يا ترى الطلبه فاهمه؟ فقالوا طب نسالهم ونشوف. يلا بات الويند رفع الكوره، فطلع البات والسنتر فيرون، ده عايز يجيب جول والتاني عايز يطلع كوره، عدت الكوره خبطوا في بعض وقعوا على الارض، جالهم الوزه هنا، والوزه يعني الضفدع. لا ربما حد يكون مش فاهم يعني ايه الوزه، فالوزه يعني الضفدع. ايه رايك؟ ده سيس؟ يعني الدم ده فلوس. طب ده فولس ولا ترو؟ فولس اشمعنى؟ بص الكونكتد تيشو. ناخد مثال تاني. دي غده اسمها شي سبيشال جراند، بتطلع ايه؟ اتسدد فراحت جمعت بقى سيبم كده وحوشت. دي ترو ولا فولس؟ ترو. ليه؟ هو مشكلة بس ان الناس تتكلم مع بعض، ان انا مبقاش شايف قوي الناس اللي قاعده مستخبيه جوه يعني. انتوا فاهمين يعني ايه؟ انا حاولت تاني يعني ايه فولس تيشو يعني ايه ترو سيست؟ فولس تيشو يعني اللايننج بتاعه فايبرس تيشو او كونكتد تيشو. ترو سيست يعني اللايننج بتاعه ايه؟ اي بي سي. وبعدين يقول لك طيب هو الانسان اللي عنده سيست اولاد الجراح بيحب يشيل السيست دي؟ ليه؟ انفكشن. بقول له بيحب يشيل السيست؟ قال لي اه. بقول له يقلب الحصه. لا كومبليكيشن. بيحب يشيل السيست فور فير اوف كومبليكيشن بتاعت السيست. انفكشن. 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 الجراح كل ما يشوف سيست تلاقيه بالفطره عادي جدا فور فير اوف ايه؟ كومبليكيشن. فاهمين هذا؟ لا. طب لو جراح لقى سيست صغيره عايز يتاكد انها سيست بيعرف ازاي كلينك؟ مفيش سيست. اللي عارف بتوع الجراحه وروني ايديكم الاثنين، يلا اعملوا باتشي. بنقارن بين السنتر والبريفر. تعال عبيطه بتتاكد في السنتر بس. بنقارن بين السنتر وايه؟ والبريفري. يلاقي السنتر يلدنج لكن البريفري انشف شويه. دي اسمها موديفايد فلكتويشن. الواد ده عمال يعمل دي اسمها موديفايد. ده ممكن نعمل تاني. ده تيست تاني اسمه موديفايد فلكتويشن. طبعا انا عندي بطنه مش فاهمين حاجه. اه خالص انا عندي بطنه ليه عادي؟ اسمها بطنه. لما العيال الجراحين جامده، العيال بتوع الجراحه دي جامده. طب لو سيست كبيره بنعمل تيست اسمه ايه؟ فلكتويشن. ايه؟ تيست. ده كلينيكال ازاي بنعرف؟ بعدين قالوا كده الطلبه هتنجح، لان الكلام ده كلام اي حد يعرفه. احنا عايزين نضايقهم لنا. ازاي؟ يقول لك في كونجينيكال تيست وفي اكوايرد تيست. حد يقول لي المثال الوحيد اللي ينفع فيه لو كونجينيكال تيست؟ سيرو بس. في بقى
لكن وزين السكوب بتاعه هو سعر بلوس سبسس. طب في حاجة أكواير؟ حد يقول لي مثال أكواير سبيشاسس. بقول لكم حاجة أكواير انت لسه واخدها سبيشاسس. طب دين بالكم ان السبيشاس جلاند ليها ده التدد عمل الزيت يسموها أولاد ريتينشن سيستم. لان الضغط اتسبب في عمل التنشن للسيبر. صبحي سالت سؤال اولاد صلاي يعني انا كنت بهزر يعني في دراسه الصلاه بهزر. ففي واحد رد عليا ده كان الاجابه منكم يعني هو البلورال افيوجن ده سيستم. ليه؟ انا استغربت جدا. واحد قال لي لا لما بقى قال لي ايه خبص رو ولا فض ديت رو. على فكرة الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام بنقوله كده عشان تحفظه. الصلاة بقى ما بتؤمنش بالكتاب يا ريان. الكتاب ده زبالة او كلام ملاكم. يعني هو مش ناوي يفكر بيه. يعني هو مش بيستوعب الداتا عشان يفكر بيها. هو بيستوعب الداتا عشان يسمعها في الامتحان. لكن مش عايزه تبقى حته منه حته منه. اقول له السيست يعني فلويد كوليكشن. هو السيست ده فلويد كوليكشن. بس عارفين البحر ممكن اعتبره سيست. ايه بس اللي منعني ان انا اعتبره سيست حاجه واحده. انه مش في جسم الانسان وانا بس دلوقتي عارفين فلويد كوليكشن ده سيست. الفلورال فيوجن ده سيست. الاسايت سيست. ده الحاجه الغريبه بقى انهم ترو سيست كمان. طب بنخاف منهم من ايه؟ نمر الترابشر انفكشن بريشر. طب انتوا تاخدوا بالكم ان الحتت دي مالهاش ضغط؟ يعني اللنج بتبقى كده جوه الفلورا. ليش استوت؟ ما اعرفش بقى انتوا معلوماتكم ايه. دي اللنج ودي البلورا وده الشستور. واخدين بالكم ان مفيش ضغط؟ مفيش ضغط تتسدد. فما يقولوش عليها ريتنشن سيستم يقولوا عليها ديستنشن سيستم. مين قالك؟ اللفظ الانجليزي عنها ديستنشن سيستم. فمين الفرق بين ريتنشن وديستنشن؟ ريتنشن ده حاجه ليها ضغط وتسدد فهي ريتين ديستريشن. ديستنشن ديستنشن لا الديستنشن دي حاجه مالهاش ضغط وهي جماعه فلويد. من هذا لا. ففي ريتنشن سيست وفي ديستنشن سيست. في سيستك تيومر. قول لي اقول لك اتنين سيست في الاوفر اورام في الاوفر سيست. سيستا دينوما ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيست هي دينوما. طب قول لي سيستادينو كارسينوما ده عباره عن ايه؟ كارسينوما. طب هو كارسينوما دي نوعها ايه؟ ادينو كارسينوما. هو الاوفر ده جلاند؟ بيفرز ايه؟ بيض يطلع بيض. بيض واستروجين وبروجسترون. لسه جنبه. انا كنت راح اقعد معاك والله. يعني في اولاد سيستادينوما وسيستادينو كارسينوما دي اورام سيست. اورام سيست. تسمع انا عن الدرمويد سيست اللي بتطلع في الاصابع الاوفري بقى. بتطلع في ايه؟ او في ميد لاين. حاجه غريبه قوي. الواد قال كلمه جميله. قال في ميد لاين. لاين اوف فيوتشر. صح؟ او في السيست. هو الدرمويد سيست ده اولاد بتطلع من خليه اسمها ايه؟ توتي. طبعا خليه مشهوره قوي اسمها توتي. هي الخليه الوحيده في المنهج اسمه توتي. ده انت لو اختك اسمها توتي هتحفظ. لان انت الخليه اسمها توتي بوتر. يعني ايه توتي بوتر؟ يعني بتعمل اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم. هنا رد؟ فدي مثلا سيست اليوم ولا ايه؟ صح؟
انا طمنت عليك في الناس اوعى تاخد ناس يا جدع. بارازيتك سيست يا ولاد، تسمعوا عن هايداتك سيست؟ هايداتك سيست دي بتبقى دوده اسمها ايه؟ الميكوكوكس جرانيلوزس. برافو عليك، خلي بالك بقى من العيال متعلمه، خلي بالك العيال ما خدتش نظام التعليم، خلي بالك من زمان المتعلمين اللي بيرقصوا. دوده اسمها كانيوكوكس جرانيلوزس، تشفع معاك ايه؟ كلب. يعني في ناس قالوا الدب وناس قالوا الكلب، في ناس قاعده تقول لي فيش، يلا قولوا. معاك كلب. تعرفين الكلب بقى اللي عنده الدوده دي بيتبرز في غيط الجرجير. فالبيض يقع الجرجير، فيبقى جرجير بايه؟ برافو عليك، فالرقبه ما بتكملش. وبعدين بقى النعزه وهي ماشيه في غيط الجرجير بتاكل ايه؟ جرجير، فتاكل جرجير بايه؟ فالبيضه تنقص في الممبار بتاع النعزه. لا لا بشرح للجزار. فالبيضه تقص في المنبار بتاع ايه؟ المعزه. وبعدين تقوم معديه من منبار المعزه في الدم، فتمشي في الهوستال سيركيليشن بتاع المعزه وتعمل تيس في الكبده. بعدين المعزه تكبر بقى، فايه الراعي الغنم يفرح بالمعزه ويذبحها ويجي ياكلها، يلاقي الكبده فيها حته كده شكلها غريب فيقطعها ويرميها على باب الدار. مين اللي معدي قدام الدار؟ الكلب. يمكن السيستم يديله الدوده تاني وتكتمل دوره الحياه بين الكلب والمعزه. سؤال الجاي. دوره الحياه بين الكلب وبين المعزه. انا ايه يعني ايش الحل؟ ان انت كلت جرجير بتكتمله، وكلت جرجير كلنا بناكل جرجير بس بنفس الجرجير قبل ما نفسه. انما لو انت حاولت تعمل نفسك معزه تاكل الجرجير من غير ما تغسله، هيخش البيضه جوه المنبر بتاعك والبيضه تفرز وتطلع امبريو يعدي من المنبر بتاعك يروح الكبد يعمل كيس ويقعد ينطر جوه. يا خرب بيتك يا بارازايت، يا خرب بيتك يا بارازايت، طلع واحد، طلع واحد عندك معزه. ايه بقى البارازايت عليك؟ ما فيش احتمال ان انت تكبر وراعي الغنم يفهم وياخد حته الكبده يرميها للفن. السؤال الجاي، طب احنا هناخد الحاجات دي؟ قولوا لي قاعده. هتروح الشمس فين؟ انا ما خلاش. هتروح فين الشمس على الهبل كده؟ بس الفرق ان احنا لما ناخد كتاب اسمه شايفه ونخش على الكبت هنبقى جايين واحد هيدات من عرب. بس انتوا سمعتوا حاجات زي الدوله. تاني يا ولاد الدوله اسمها ايه؟ تعيشها معاك ايه؟ الكلب. امال الكيس بيبقى فين دايما؟ في كيس مين؟ واحنا بنخش بديل لمين؟ ازاي الانسان بيعمل اجتماع؟ الجرجير من غير ما الجرجير من غير ما يغسله، فاهمين؟ عارف العيال بقى انت بتاكل الجرجير ده من غير ما تغسله تضحك انت. طيب الدور مين هذا؟ لا طيب ممكن مثلا اكسيديشن سيستم. اسمع الهيدروسيت اللي هو ميه حوالين الفصيله. الهيدروسيت دي ميه حوالين الفصيله. في التيونيكا فاجينال، شفتوا منكم؟ دول الميه في التيونيكا فاجينال. ميه حوالين الخصيه كده، بيبقى الخصيه ملتهبه او فيها ورم ترشح عملت اكسيديشن. فعملت تيست يقولوا عليها هيدروسيت. حلو قوي. في تلفوعه اسمها سيمبل جانجل. اكتبوا عليها سؤال ريتن عمره ما جه، ما تنسوش يا دكتوره في الساعه. الاوقات الحلوه ما بتتعوضش. في مرض يا ولاد اسمه سيمبل جانجل. المرض ده كومن جدا. مين من اللي قاعدين يا ولاد عنده ست الفوع هنا كده سيمبل جانجل؟ تيجي هنا او هنا. مين عنده الفوع دي؟ دي الدكتوره. مين تاني يا ولاد؟ حواليكم في ناس تانية في العدد ده. اصحابنا ناس تانية. اصحابنا ايه؟ اصحابنا. اصحابنا امبارح النهارده الصبح كان في ثلاثة من اللاعبين عندهم سيب الجنب. الموضوع كومن جدا جدا لدرجة ايه؟ لدرجة ان انت لو ما ذاكرتوش والله لا سقطت. وانا شايف ان رئيس الاسم لما يجيب سؤال سيب الجنب ما هو الظالم. ما هو الظالم. حتى لو ما جاش قبل كده.
اول سنة جيت فيها القصر من العيد والنظر الله كان دكتور صبوت كان اول مرة يمسك الاسود. وبعدين انا فاكر والله اليوم ده كنت انا عمال بشرح للبيض اللي ده راجل معلم. وبعدين انا ايه ما بحبش حاجة تبقى كومن وما تنشرش يعني عيب تحت شعار عيب. انا بشرح البيولوجي ده الساينس الطلبه بقى ايه ما تكتبش بقى بالكتاب بتاعي لان انا عيد شمس فاهماني. فكانوا ايه بيبقوا ماسكين ورق كده صغير بيكتبوا منه. وبعدين ايه ما كانش في بيولوجي ده الساينس اصلا فقلت لك سيبه هو عيد شمس اصلا. بعدين الدكتور صفوت الله يستر بس انا عارف البيولوجي فاينس كوم ما ينفعش لو جت الامتحان هتقعد تبص للرئيس الاسم هيجيب السيمبل جنبه. وبعدين هيقوم الطلبه يقولوا له لا والامتحان مش متوقع ومش عارف ايه هيقول كلمه واحده. كم واحد من اللي قاعدين عندهم سيمبل جنبه هتلاقي حوالي 20 رفعوا ايديهم لانهم مش فاهمين هو بيسال ايه. قالوا اهو كنا احنا قاعدين كده وكل ده سيمبل جنبه جاوب يا ساقط. طب حاجة سهلة جدا علمك عليها كده كيس مخاط على كندو بس كيس مخاط لازم في كندو بس مفيش الا كندو كيس مخاط لازق في كندو. السؤال الجاي السؤال الجاي اي كيو اي كيو اي كيو ولا قول لي ليه بيجي دايما في الريست والانف في كندو. طب ليه ما بيجيش هنا اذا مفيش كندو هنا مصر هنا لحمة هنا كوارع فاهمين هنا لحمة العيال اكيلة تفهمني هنا لحمة حمراء هنا كوارع تحت فاهمين يا ولاد هنا تندون هنا عضلات عشان كده ما فيش كده على تندون. ده لو انا بقى كلام بقى ايه في بطن الجراحة جراحة ده لو انا اقول لي السيست ده بتبقى صغيرة متأكد ازاي انها سيست ماشي التست. طيب هي دلوقتي لازقة على تندون تندون اهو وادي السيست بتتحرك ازاي؟ اكروس اكروس شالون قاعدة ايه؟ رقاص رقاص. طب لو شدت التندون قوي مش هتحرك مجروبة عمليات في الفرق تحت الرقصة ولا عندك انت هتلاقي الرقصة عمالة تتحرك اكروس 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 الجزء التاني من التجربة شد الرقاص لما بتتحركش انت عمرك شديت رقاص راح تطلع على قدام رقاصة اللي بتشدها تطلع على قدام يعني حتى عندما الشكل العقلي السؤال جاري على تندون يتحرك اكروس السالون ولما تندون يتشد يبقى ايه؟ فيكسد كده الكلام كده في وش الاكزامينر كده الكلام عنده كده ولاد واضح. طب لو حد عنده ست الدم عنده ازاي؟ بصراحه بنسال عيال هو سيب الجنج اللي عندي في دهاته فبنعمل ايه؟ بالنفط وخصوصا الناس ساعات تزيد ساعات تقل وهي مش مضايقاها هي مش مضايقه وانا مش متضايق مصر كلها مش متضايقه احنا ربنا بنعلق على مصر يعني كل واحد قشطه يعني هو نسب الكوميونيكيشن فيها قليله قوي ريت جدا. طب افرض العيانه جت قالت لك يا دكتور مش قادر يا دكتور وجع في ايدي يا دكتور انا عارف ان انا بتوجع 10000 وبتبص بتبص بص بص كده بص بنعمل ايه؟ لا حط ايدي كده حط ايدي هنا بعدين تقوم رايح المكتبه جايب برجع بجلده تخينه بعدين تيجي قاعد على المكتب وتدوس على الجرس تخش التمام قول له هات الحقنه الكبيره اللي فوق الثلاجه تقوم جايب بص فين؟ يا فرحله تصلها يدها رايحه حقيره كده لكن موجوده من هذا
في طريقه ثانيه انك وصلت ان انا ابلج العالم جنرال انستيزي ونور حلو وتورنيكيه يعني احط جهاز الضغط وعليه يعني بسرعه عشان ما تخرج وافتح واشيلها من جدرها عشان ما ترجعش تاني. ايه بقى يا اولاد؟ بصوا القصه تعطين التندون لما بيعدي على الريست كده الريست تحتيه بون مكور كده اسمه ايه؟ كربل بون. فصلات الريست ده عباره عن انت هلا هو بيكلمك وانا باصص كده وبعدين ابص كده هو يبص قدام ويبان ان انت اللي ايه؟ هو كل مره ثالث مره يغرر شايفين التندون ده ولاد؟ التندون ده بيبقى عليه كيس مخاط، كيس المخاط ده ضارب جدر بين الكربل بول، عارفين الريست فيه عظم مكور كربل بول، 100 واط متر كربل بول، فاهمين يا ولاد؟ فالسيست دي بيبقى لها جدر بين الكربل بول، لو احنا دخلنا قطشناها كده ترجع تاني لانك سايب الجدر. عارفين الفلاحين لما يحشوا البرسيم يحشوه ازاي؟ كده بالمنجلة ويسيبوا الجدر ليه؟ شو يطلع تاني؟ يطلع تاني ويقعد الفلاح يحش البرسيم ثلاث مرات لغاية ما ينور في المرة الثالثة عشان يطلع ظهر فخلاص بقى يقلعه من الغيط عشان ما يطلعش تاني، فاهمين؟ إلا في المنوفية بيحشوه ثلاث مرات ينور ما ينورش يطلع تاني. فاحنا لو دخلنا قطعنا السيست كده يا ولاد يبقى ايه؟ حشيناها. لو دخلنا قطعنا السيست كده يبقى حشيناها. انما لو شلناها من جدرها يبقى ايه؟ قلعناها من جدرها وما تطلعش تاني. لو بشرح لفلاح يفهم. فاهمين ان انا عايز اشيلها من جدرها؟ عشان كده يا ولاد عايز العام يبقى كومبليتلي اكيد. وانا شايف حلو قوي. وعايز احط تورنيكيه فوق عشان ما يكونش دم. تعرف اشيل حلو لغايه ما اشيل، بعد ما اشيل افتح التورنيكيه واعمل هيموستاسيس واقفل. انا عايز بس طول ما انا بشيل مفيش حاجه تخر دم عليا. فاهمين يا ولاد؟ شوفوا التريك بيتراوح بين ايه وايه؟ بين نافينج لو العام ما اشتكاش. اب تو ان انا اشيلها في جنرال انستيزيا وتورنيكيه وجود لايت لو العام بيتشكل. ايه؟ جنرال انستيزيا عشان العيان يبقى اكيز وانا اكيز. يعني دايما العيانين لما بتيجي تعمل لهم لوكال انستيزيا بيبقى بيحس بالتاتش مش بالبيت، ممكن يسحب ايده، تاني حاجه ما تخش بين العظم هتصور. فانا مش عايز كده، عايز اخلص وانا ايه؟ يعني دماغ دي ليها برضه ليها ثمن. نعم. اسمها ليه جنجل؟ عقدة. عقدة، ما تعرفش اسمها بس الجنجل؟ يعني عقدة. هنشرح دلوقتي حاجة اسمها كومباوند بالمر جنجل. طبعا معايا طلبه ايه جامده عارفه عن الهند كلام كتير قوي. الهند دي ما لا مش هناخد يا اولاد والله العظيم يا اولاد انا عايز امشي. انتوا ما بتبقوش واخدين بالكم، انا مثلا انتوا فاهمين ان انا في البيت بيقولوا لي كده امشي. ان شاء الله اروح. روح اديهم دعك. لا لانكم انا وحيد ومتدلع. البيت تعالى يا قمر روح يا قمر. وانا وسط اتقفل انا عايز اروح. انا قاعد معاكم الظروف خاصه ان في امتحانات وكده. بس فما حدش بيبص لي كل شويه شيخ يا رب والله العظيم رد الدكتوره بص لي هترجع ورا ورا يا ابو انا قلت على العنوان الثاني يا كان نفسي اشتغل مأذون والله هي دي احلى شغلانه كنت بنعمل اتفضل يا مولانا حد يقول لك حاجه خلينا في الهند. لا لا
تعرفين التندون ربنا بيخلق حواليها كيس سوائل عشان تليين الحركة يبقى اسمها ايه؟ او ساينوجيال شيت او بيرسك ده ساينوجيال شيت كده بيلين حركة التندون ويديله نيوتريشن. عندنا كيت كده بيرسة هنا يقولوا عليها انر بيرسة وهنا بيرسة الصمب يقولوا عليها ريديال بيرسة. طبعا خلي بالكم ان فعلا هي دي الانا ودي الريدوس تمام. وبعدين البرسة دي بتعدي تحت الفليكسور ريتيناكلم وتروح الفور ارم. وروني كده فين اولاد الفليكسور ريتيناكلم دي هاند ستراكشر امال على العبيطه بتشاور فين؟ الفليكسور ريتيناكلم مش فور ارم ستراكشر، دي هاند ستراكشر لانها لازقه في الكربون بوز. احنا كنا قلناها مره. خلي بالكم بقى ان معظم الناس شاورت هنا وليل اللي شاور هنا. مين بالكم ان انتوا اديوك ابونا؟ ادي نفسك فرصه تتعلم بس. ادي نفسك فرصه. فاهمين بقى ان البيرسا ورات هتنزل من الصم تعدي تحت الفليكسور ريتيناكلم وتخش الفور ارم. ودي كذلك. موضوعي ايه؟ موضوعي تي بي هنا في الانر بيرس. تي بي تي بي في الانر بيرس. وشوف بقى كمية المعلومات اللي عندك، يا لهوي بالي، اوعى وشك بقى، الوادي اللي جنبك. انت اسمك ايه؟ أحمد؟ طيب يلا أحمد، قول لي واحد جاله تي بي في الانر بيرس كده، نوع البكتيريا ايه؟ جدع بيكسبك بايه؟ اشمعنى؟ اصل ضغط جدع برافو عليك. طب هو التي بي يوصل للانر بيرسا ازاي؟ لمفاتيك بلاد بورن. هايل هايل يا بلاد بورن او دايركت انكليشن بس الغالب بلاد بورن. يعني عنده تي بي في حته ثانيه وجاله البكتيريا عن طريق بلاد. هايل ممتاز. طب هو لو حد جاله تي بي في الانر بيرسا بيعمل وحدات كده اسمها ايه؟ كيوبرتين مكونه من ايه؟ معلش يا ولادي احتوا مكتوب عندكم في المايكروسكوبيك بيكتشر ايبيثيليال سيل هي ايبيثيليويد سيل. هي ايبيثيليويد سيل مش ايبيثيليال سيل. كويس. طب لو انا ايه نقلنا على حاجه ثانيه، انا عندي اشتكي من ايه؟ هتقول لي تيوبركلس توكسيميا يعني لايت سويت نايت فيفر وكاف واكسبكتريشن وهيموكتس فاهم؟ يعني واحد عنده تي بي ويجي له في ايده بيل سوالين ديستربنس فانكشن. انا الطب كله ثلاث كلمات. يلا بقى قول لي السوالينج فين؟ يعني هو عنده تي بي في الانر بيرس. قول لي السولينج هيبقى فين؟ يلا انت بتبص لي ليه؟ ما بص للبيرس. ما انا فاهم يعني السولينج فين في ايده؟ في ليت الفينجر والبالب والفور ارم. ممكن اسالك سؤال؟ انت اتصدت ليه؟ ايه؟ امال ايه؟ يعني ما تعرفش ليت الفينجر تحديدا؟ ميديا سايد اوف جهاز بصراحه. اصل ساعات ببقى مش فاهم السوري ساعات بتهنني. لا خالص لعلمك الدنيا مش صعبه. هو انت لو كل مره عايز تسمع صفحه كل مره عايز تسمع صفحه انت هتبقى بطيء جدا في حياتك. لازم تبقى مرن شويه كده ولاد وتستوعب الصدمه وتفكر وترد تمام. هو ده الدكتور. الدكتور بيبقى مرن جدا. كويس. يعني عاد هيجي له سوالنج في ليتل فينجر والبالم والفور ارم. بص يا حاجه غريبه جدا التك على البطبوز اللي في الفور ارم ده يبص في الهاند ارم. التك على في الهاند يبص في الفور ارم. عارفين دي سماها في الكلينيكال كروس فلكتويشن. مشهور قوي في الكلينيكال لان دي ودي واصلين ببعض. دي ودي واصلين ببعض فتدوس على البطبوز اللي في الفور ارم يبص اللي في الهاند.
تدوس على البصبوص اللي في الهاند يبص اللي في الفور ارم، يقولوا عليها كروس فلكتويشن. طب يلا يلا قول لي قول لي تحب تعالج العدد ازاي؟ يعني شرم الشيخ، شرم الشيخ شمس وهواء ايه، وقال في مركز الصرف فاهمني، افرض ما خافش زيت الشيخ زيت الشيخ قول بقى ايوه المريشم بزيت الجلد، تعرف تعمله؟ زيت الجلد دخل هذا اخرج كذا ماتيريا احنا استرفتو مايك شد الابره ماتريكس اشطه فالفلر مانر او زد التليفون يوك يوك افرض السكريشن ثيك او مالتي نيوكليتد حامل اوبن دريم فصلا لما ده لو اتكلم تاني دراما ان هو اتفضع فلو اتكلم تاني اضربه يجيله على وشه بعدين هو هتغير شكله من لون يتضرب فاهم يا ولد زيت التكنيك والاسبيريشن وعلاج التي بي لما حد بيجي له تي بي ولا في حته بنعمل ريست اوف ذا افكتد اورجن يعني ايه يعني بنحط على ايده حاجه اسمها نص كبيره نص كبيره جبس الجبيرة الجبس بيقول عليها بوب بوب يعني يا ريس لاستر اوف باريس بوب ده لاستر اوف باريس نص كبيرة جبس بتاعها عشان ما يحركش ايده بيقول عليها بلاستر اوف باريس لغاية ما يشف بص هناخد حتتين كمان وخلاص يعني دارين جبسين ونيوماتوزين خلاص شايفين حتتين الصغننين دول هناخدهم ونمشي وانا مش هحسبها وانا مش ابن ناس الارينجو سي لو لقيت يكتبوا عليه سمير سرور الارينجو سي يكتبوا جنبيه سمير سرور سرور عاشق السكس سكس عارف السكس كان عندهم زمارة كبيرة كده في صوابع بتتشد كده اسمها السكس سمير سرور ده بيحبها مع السكس اللي هو دي بس عارفين سمير سرود ده لما بينفخ في السكس كده بيطلع له ثلاث بقاليم فالرتين هنا واحده يلا سؤال اي كيو سؤال اي كيو فين البقلوله الغريبه؟ دي انتوا عارفين الناس دي اللي غريبه ينفخ يجي له ثلاث بقاليم بطل نفخ الثلاثه يروح وبعدين دي اسمها الارنجو سي السؤال الجاي ده انا عليك دي ولا لا؟ اتضرب بفطرتها عملت ايه؟ انا شايف سمير سرور اهو ما هو مش معقول ما اعرفش فلوس يعمل عمليه الناس دي لابس التفاصيل جدا الناس اللي بتشتغل في الفن دي يعني ارقص بني اي حاجه دي محتاج فلوس ده معاه فلوس كتير قوي ما عملوش عمليه ليه؟ اصل هو بصراحه ربنا انا ممكن اعمل له عمليه بشر يبطل ينفخ في السكس يضرب على الدم لكن يبطل يوم في السكس لو نفخ في السكس تاني هترجع تاني فمثلا قلنا له يا سمير انت عايز نشيلها لك تبطل نفخ في السكس قال لا انا والسكس حته واحده انا عايز في الثانيه مين اللي قال شيء وسط الهوسه دي الطالب في كلمه واحده عايز اعرفها بيقول لي سافر عيالي افضل تصفيق اصل ما ينفعش حد يقول لك كاركوعتين هنا او واحده هنا قبل انت دخلت الاكزام قلت له يا فندم الارينجو سي عاشق السكس ينفخ يجي له اثنين واحده هنا اقول لك هنا فين؟ قول يعني كده وحيد يعني في السهر وهيود من برين فوق التفاحة الارينجو سيل فوق التفاحة الارينجو سيل فوق التفاحة السهر وهيود من برين نيوماتو سيل اللي هي اخر واحدة هنكتب عليها كلمة حكاية تيتا وعلي
ليه تعريض؟ تعرفين الشيست بتاع الولاد مفتوح من فوق ولا لا؟ عارفين الحته دي؟ الشيست بتاعنا مفتوح من فوق هو ايه؟ القلب. القلب وايه؟ القلب ما مفتوح من فوق عشان بلاط بس بتطلع. الشيست بتاعنا مفتوح من فوق وجواه القلب واللنج، فلازم يبقى مفتوح من فوق عشان بلاط بس يطلع. تعرفين الحركه دي طبعا في القلب من نرفزيتك جدا. يعني ايه؟ يعني انا ابقى في الحمام بحزن الاقي اللنج طلعت. ايه ده؟ ما ده برضه كلام طبعا يعني يوقف فكر اي حد. يعني ايه في الشيست مفتوح من فوق؟ وبعدين ده كراك بينقبض والانترا ابدوم والانترا ثراسك بريشر يعلى. فانت رحت بتاع العراق قلت له انا شفت اعلان بريل والناس قالت اوه والله ما طلعتش. فقال لك الفاشيه هنا الثالثه الشيست اسمها سوبرا بلورال ممبرين. ودي فوق البلورا ولا تحتها؟ قالنا ولا اسم تاني؟ سيبسون. ليه اسم تاني؟ اطلع منه. اه في ناس متعلمه عندهم ولا كلنا عارفين سيبسون فاشل. وفي عيال ناويه تتعلم وتعرف سيبسون فاشل. وفي عيال الفكره نفسها كفكره مش موجوده. السؤال الجاي، لو في حد عجز قوي ولا حد عجز قوي تيتا بقى الفاشيه دي ضعفه فبتنادي على عليا بنت بنتها. عليا 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 يا بنتي عليا يا بنتي. فعليا شافت تيتا كده طبعا قلقت راحت واخده تيتا وجايبها لك. انت بتعمل ايه؟ زعل عليا. تيتا تنادي عليكي مره واحده امشي. عيال مش متربيه بس مالكش دعوه بتيتا. احنا هنهزر. تيتا دي بلغت من العمر من العمر عيتية بفضل الله عمليه واحده مش انا اللي هعملها. هو ربنا بياخد الناس بس بيعمل اسباب مش اسباب. كلنا في صلاه يعني بتوصل انت بتتحللي. انا عمري ما حملت ايدي عليها الا لو هي بقى قاعده تقول يا دكتور جاي لي عريش. بنخش بقى نكشفش الفاشيه نعملها بالسي نعملها بالسي فتدخل. السؤال الجاي، وانا بسم بدنك كده بيهم ليه؟ لا عشان كلينيكال الطالب يبقى دخل امتحان الكلينيكال على حاله هرنيا على حاله هرنيا. وبعدين يقول لي الاكزامينر ودي هرنيا يا دكتور عشان ريديوسابل وبتدي اكسبانسايل امبلس في ستاف. فتلاقي الاكزامينر يقول له برافو يعني ايه اكسبانسايل امبلس في ستاف؟ هو انكريز ان ذا سايز اوف ذا سايكل دايركشن. ما حدش هيقعد يشاور قدامنا رجل ده مش جامعته بخرص هنا. انكريز ان ذا سايز اوف ذا سايكل اون دايركشن. هو على طول بيسالك السؤال الثاني الجميل، طب ايه جسمنا تاني يدي سبانسايل انبس؟ طب لا ده واحد نيماتو سيل على واحد لارينجو سيل على واحد لينجو سيل واللي جاي وراك ده. قال لك يعني ايه لاريتوسين؟ قلت له يعني ايه؟ جميل سرور. هو لاريتوسين فوق التفاحه ولا تحت التفاحه؟ لكن انت بقى مش عارف ان اللي هيبقى فوق التفاحه انا ما اقدرش اساعدك لو انا عارف ايه. امال نيماتوسين دي ايه؟ حكايه تيتا وايه؟ يلا نعيم.